الكتاب المبسوم بالمعنى المتعدد بحث في مراتب لبس الخطاب. اولا قبل ان اخوض في تفاعلي مع هذا الكتاب استعد الى الجانب الانساني، كلنا نعتبره يعني استعد الى هذا الشمال من خلال علاقاته الممتده، من خلال عفويته، من خلال قلبه الشفيف، من خلال حبه للخير، من خلال ايضا الروافد المتعدده التي يفقد بها مختلف كتاباته، فيكتب في النقد، يكتب في يناقش معك الفلسفه، يناقش معك في علم السياسه، يناقش معك في القانون. اذا قلما تجد هذه الروافد التي يمكن ان تميز كتاب هذا العصر، فهو نموذج للكاتب كما ذكرت الذي يمزج هذه التخصصات او يمزج بين هذه التخصصات. ولا شك ان مشروعه الاكاديمي اللاحق يمكن ان يسير في هذا الاتجاه، لاننا نعلم على انه اذا اردت ان تكون لك كتابه نوعيه مائزه متفرده فلا ينبغي ان تبقى محصورا في دائره قول ضيق. فهنا يمكن ان يكون هذا التآخذ بين اللسانيات التي برع فيها السائله، بين علم السياسة، بين القانون، حتى مثلا لاحقا في المغالطات السياسية، في المغالطات القانونية، أن يبحث في تحليل الخطاب القانوني، في تحليل الخطاب السياسي، وهو يملك ما يملكه من أدوات إجرائية. قلت يعني من ناحية النظر له خلفية معرفية متعددة الروافد، ومن ناحية الإجراء له القدرة على أن يتملك هذه الأدوات الإجرائية وأن يصرفها في الاشتغال على متون وعلى مدونات. كما لاحظنا في هذا الكتاب نقسمه إلى قسمين، هناك الجانب النظري والذي يتميز بمعرفة دسمة، بمعرفة غنية، وأنا أقرأ الشق الأول منه. ماذا لاحظت؟ لاحظت أنه تحدث عن المعنى عند فيتجنشتاين، وفيتجنشتاين فيلسوف اللغة النمساوي له مرحلتان اثنتان، هناك مرحلة الرسالة هابتاتوس أوجيكو فيلوزوفيكوس، هذا الكتاب الذي كان ينتمي فيه إلى حلقة الذريين المناطقة مع برتراند راسل، ولاحقا مع الوضعيين التجريبيين ونظرية التحقق مع كارناك وفريغا وراسل وأشنباخ إلى غير ذلك. هذا فقط حديثنا عن فيتجنشتاين الذي أشار إليه السعد إلى وأشار إلى المعنى وأشار إلى مسألة التحقق يعني من المعنى والقضايا التحليلية والقضايا التركيبية، قضايا التحليلية العيلية والتحصيلية إلى غير ذلك، قضايا التركيبية التي يمكن أن نتأكد منها. هذه المشاهد في الحقيقة متخصصة، ولكن عندما نقرأ الكتاب نجد أنه استطاع أن يقربها إلى المتلقي، استطاع أن يقربها إلى المتلقي بما تيسر له من أدوات لغوية، هو متحكم في نصية اللغة، وهذه اللغة لم تكن لغة إغمار أو لغة تعمية أو لغة تلبيس على المتلقي، يعني كانت لغة تيسر عملية التلقي وعملية التأويل. الجانب المهني أيضا، الأساتذة الذين يحضرون معي في هذه ومعنا في هذه الجلسة يشهدون بأن السعد إله يغلب عليه الحس الإنساني، يعني نموذج للموجه التربوي الذي لا يفرض سلطته الفوقية، إنما هو موجه من أجل النصح ومن أجل الإرشاد ومن أجل التوجيه كما تدل عليه التسمية. الكتاب قلت مشاغل كثيرة وقضايا متعددة طرقها هذا الكتاب، بدأها بالمعنى عند فيتجنشتاين، مر إلى وضعية المنطقية لاحقا، تحدث عن بلومفيلد وعن المعنى الذي يعتبر حسب بلومفيلد أضعف حلقة في الدراسات اللسانية الحديثة، تحدث عن أندري مارتينيل، تحدث عن ما يسمى بالتداولية المدمجة مع فيغو، لاحقا مر إلى الجانب الإجرائي، يعني وقيمة الباحث لا تكمن في تحشيد النظريات وتحشيد الخلفيات المعرفية، تجيشها في كتابته. قيمة الباحث يقدم هذا المهاد النظري، بعد ذلك يقوم بعملية التحليل الإجرائي بناء على هذه الأدوات التي يتملكها ويتحكم فيها. قلت بأنه متحكم في اللغة، والمفتاح دائما هو اللغة. لذلك عندما قام ب
مقاربة بعض المدونات وهي مدونات تراثية، وحاول أن يتتبع فيها عملية التأويل، سواء كان هذا التأويل تأويلا دلاليا أو تأويلا تداوليا أو تأويلا تركيبيا، لأن اللبس في مراتب كما ذكر، هناك اللبس التركيبي وهناك اللبس الدلالي وهناك اللبس التداولي، وقدم لنا مجموعة من الأمثلة التي برعت فيها قدرته على عملية التفكير وعملية التأويل. إذن نحن أمام باحث متمكن كما ذكرت قبل قليل. عندما اشتغل على المدونات التراثية، اشتغل على مدونات يعني صوفية، وهذه المدونات قيل فيها كلام كثير، مثلا طواسين الحلاج، تحدث عن النفاري في كتابه المواقف والمخاطبات، تحدث عن ابن عربي وعن التفسير الإشاري وعن علماء الرسوم أو علماء الظاهر في علاقة هؤلاء بعلماء التفسير الإشاري، لأنه كما تعلمون لغته هي كما يقول طه عبد الرحمن حمالة وجوه، اللغة حمالة وجوه، الكلام حمال وجوه، وإن بدا هذا الكلام ظاهر المعنى لأن الظاهر لا ينفي الاحتمال. إذا كل عملية تأويل فيها وجه داخلي إن صح التعبير، هناك ما يدفع إلى التأويل من حق المتكلم مثلا، من حق المخاطب ألا يكتفي بالمعنى الحرفي، حق المخاطب ألا يكتفي بالمعنى الحرفي أو المباشر، ومن حقه أن يوجه محركاته التأويلية، وفي نفس الوقت من حق المتكلم أن يسلك في كلامه عملية التضمير. لماذا لا؟ يعني لا بد أن أتحدث بلغتين مباشرة. من حق المتكلم كما ذكرت في كلامه أن نضمنه الإيحاء، أن يعتمد بعض الحذف، أن يعتمد الإضمار، أن يعتمد الالتباس لغاية في نفسه. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة ليست متروكة للفوضى أو التعمية على المتلقي. لا بد أن نراعي بعض الأدبيات، بعض الموجهات إن صح التعبير، هذه الأدبيات أو الموجهات. أولا الابتعاد عن الغموض وعن التعمية، الذي يكتب ينبغي أن يبتعد عن الغموض وعن التعمية، والذي يقرأ ما هو مكتوب ينبغي أيضا أن يبتعد عن الهذيان والهلوسة، وعلينا أن نقف بين هذا وذاك. الذي يؤول من حقه أن يؤول، ولكن تأويله ليس متروكا للشطر وللفوضى وللتعسف، هناك ضوابط للتأويل. والذي يكتب يأخذ بعين الاعتبار أنه من حقه أن لا يكون صريحا مناسبة أو لسياق ما. فمثلا إذا أخذنا النفاذي في كتابه المواقف والمخاطبات، العصر الذي كتب فيه كان عصر الصمت ومقتل الحلاج لاحقا، وعندما كنا نتحدث عن الالتباس فنحن هنا نتجاوز هذا المصطلح، مصطلح الالتباس، إلى مصطلح الغموض. لماذا الغموض؟ هو يريد أن يكون غامضا وأن لا يفهمه المتلقي، وأن يكتفي بفهمه هو الخاص في علاقته بمطلقه الذي هو الله، ولا يترك مجالا للفئة الأخرى من أجل أن تفهم ما يقول، لأنه إذا فهمت هذه الفئة ما يقول ربما قد تلحقه بالمغضوب عليه، وتعلمون يعني علاقة الفقهاء بجماعة المتصوفة وما الذي أدى إليه ذلك من مقتل الحلاج بسبب شطحاته الصوفية نصحته. إذن فهنا يمكن أن نتحدث عن الغموض، وهو خصيصة يعني مرادفة وملازمة، ملازمة قوة لكتابة النفاري. إذا أخذنا ابن عربي مثلا في الفتوحات المكية كما ذكرت، هناك تفسير إشاري، ولكن التفسير الإشاري بعض الكتابات، أنا لا أتفاعل هنا مع الكتاب، إنما بعض الكتابات ترى بأنه هناك من يسم الصوفية أو الإشراقات العرفانية يسمها بأنها يعني مستقلة في عقلها، لا تستخدم العقل، وتقول بأن هذه الدراسات هي دراسات فيها بعض الإيديولوجيا. هناك من يدعي مع ابن عربي أن التفسير الإشاري ليس تفسيرا منزعه فقط القلب والوجدان، هناك الجانب المتعلق بالنظر، أن هناك الصوفية التي تهتم بالنظر وبالتجريب، وهناك الصوفية أيضا التي تهتم بالجانب الإشاري.
وبعض الدراسات بالخصوص يعني حلكم هنا على محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون يرى بأن ابن عربي لم يكتفي فقط يعني بالتفسير الإشارة، وإن كانت الدراسات كلها سارت هذا المنحى في اعتبار ابن عربي كان ذا تفسير إشاري، ويجمع بين التفسير الإشاري وأيضا يجمع بين التفسير النظري أو التفسير الذي فيه نزعة من التفلسف. هي قضايا متعددة ومشاغل، وأعتقد بأن السعد إلى في مشروعه الأكاديمي المنفتح نحن ننتظر منه الكثير، لأن هذا الكتاب وكتاب يعني يغرينا بالقراءة وبمتابعة امتدادات السعد إله. أنا أرى بأن له الآن مشروع، أن له مشروعا متكاملا. الدراسات التي تهتم باللسانيات في علاقتها بالقانون هذه دراسات تكاد تكون منعدمة، وأرى بأن السعد إله أن هذا الكتاب والفاتحة ولا شك أنه ستكون له مستتبعات أخرى، سيكتب السعد إله ولا شك في ذلك، سيكتب مثلا في تحليل الخطاب، نريد كتابا سائلا في تحليل الخطاب القانوني وانت متمكن من نصية القانون. علم السياسة ايضا خبر سدوالي ودهالي السياسة، فلماذا لا تكتب لنا ايضا مؤلفات في 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 علم السياسة؟ وهناك كتابات صارت في هذا الاتجاه، كتابات روث قاموسي لارغيمونطاسيون دون لو ديسكور، حاولت من خلاله ان تشتغل على تحليل الخطاب السياسي بادوات لسانية، والسعيلة له القدرة أيضا على تحليل الخطاب السياسي بأدوات لسانية، وستكون هذه الدراسات ستكون دراسات غير مسبوقة. لذلك فالكتاب الحقيقة لو كانت الجلسة جلسة أكاديمية عبارة عن قراءة ورأفة بالحضور لن نمل من هذا الكتاب، والمشاغل مشاغل كثيرة في الحقيقة، إلا أن السعيلة كان يكتفي فقط ببعض الإشارات والإلماحات الطريفة